فيسبوك. السلام عليكم في حلقة جديدة من جمال الحوار. اليوم عندنا لقاء مميز وجميل وغريب ورائع مع أحلى شباب وصبايا في كندا. حاولنا نجمع لكم أكثر من شاب وصبية وطفل وطفلة عشان يحكوا عن خبراتهم وحياتهم اليومية، خاصة خلال هاي فترة الأزمة. طبعا راح يكون محدثي وصديقي في هذا الحوار وحبيبي أخوي الصغير بهاء التميمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. هاي أول مرة بطلع أنا وياك، ما في تحضيرات هيك طب صب، فإن شاء الله نكون قدر المسؤولية ونعطيكم حوار جميل مع هالصبايا والشباب الحلوين، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. ماشي، نبدأ الحوار، نتعرف عليكم، نتعرف على بعض. هبدأ مع نغم. أنت عارفينا بحالك، عارفينا باسمك، بأي صف، إيش أهدافك، طموحاتك؟ اسمي نغم واسمي أنا 10 سنين في الصف الخامس. ايوه، وايش طموحاتك، ايش اهدافك لشو اسمه بعد الصف الخامس، فرضا لما تدخلي اسمه الهاي سكول، ايش اهدافك؟ بدي أجيب أصير دكتورة ما بعرف. كيف المدرسة معاكي هلا؟ الحمد لله كويسة. ايش اكثر شيء بتحبيه فيها؟ الأكل و الأرت. ايش اكثر نشاط بتحبيه بعد المدرسة؟ الأنشطة اللي بتعمليها برا خارج المدرسة؟ ما في كثير أشياء، بس أنا بقرأ وبرسم كمان وهيك، ما في كثير أشياء بعمل. في أشياء بتتمني إنك تقدري تعمليها؟ بدي أتعلم أعزف البيانو وهيك، كمان بدي أتعلم أعزف الفلوت وهيك وباسكت بول. هيك أشياء. إيش ال في عندك موسيقي بتحبيه أكثر؟ probably يعني maybe يعني بتفضلي أحكي معك بالعربي ولا بالإنجليزي؟ both is منيح، هيك العربي والإنجليزي أي شيء. عربيتك كويس، شاطر. طيب أنا بدي أسألك سؤال يا نغم، أوكي؟ شو أنت شايفة، كيف الوضع هلأ، أحسن ولا لما كنت تروحي على المدرسة أحسن؟ أنا هلأ كتير كتير بكون زهقانة في البيت، بس كمان يمكن لما كنت أروح على المدرسة. طب هلأ بتدرسي في الدار، بتسوي إشي ولا ما في؟ مدرستي أعطتني هيك كأنه أونلاين كويزز بعملهم كل يوم، وفي الماث بتعلم منه. ممتاز ممتاز. وانت شو شايفة، أحسن نقعد في البيت ولا نروح على المدرسة؟ تروح على المدرسة ليش؟ عشان المدرسة كتير بتعلمك أشياء وكتير بتساعدك. إذا بتقل في البيت ما يعني حتزهق كتير، ما في كتير أشياء تعمله في البيت. طب هل عشان إنه في لك أصحاب كمان في المدرسة ما بتشوفيهم؟ ما بشوفهم فكتير بزعل. طب بهاء، بتتوقع إنهم بيستخدموا السوشيال ميديا يشوفوا أصحابهم ولا لا؟ إيش بتتوقع؟ هو أكيد بيشوفوا بعض وبيحكوا مع بعض، بس يعني ما في إشي أهم من إنه نشوف بعض وجها لوجه، يعني نقدرش انه نضل نحكي مع بعض من وراء شاشة. صحيح صحيح. طب تستخدمي انت السوشيال ميديا يا نغم؟
بستعمل فيس تايم وانستغرام، بحكي مع صحباتي. اوكي ممتاز ممتاز. في مواقف هيك مضحكة طريفة صارت معك هاليومين وانت في البيت؟ لا اشي فاني؟ لا، طب بابا ماما كيف بتساعديهم؟ بتسوي بعمل اشي؟ بنظف وبعمل أكل مع ماما و يعني بابا اللي بيسوي اكل في البيت؟ لا احكي مرة السر. طيب شو تعلمتي؟ إشي جديد تعلمتي؟ طبخ إشي جديد تعلمتي؟ تسوي بيض؟ تعلمتي تسوي حمص؟ بعرف أعمل بيض، وماما كتير بتعلمني أشياء أعملها. بعرف أعمل ورق عنب وشجرك وأشياء كمان أشياء، ودجاج محشي عنب. دجاج محشي؟ شوي لغوم لغوم. بس نخيل. تخلص، بس تخلص هاي الفترة إن شاء الله في طبخة من إيديك. ها إن شاء الله. إن شاء الله. بهاء شو بتحب كمان تسألها؟ في إيش أكثر طبخة أنت بتحبيها؟ أنا بحب الملوخية كتير، بس الفيفوريت يمكن منسف. كويس واو. كويس. أنا كمان. بهاء بتحب المنسف؟ الحمد لله. حسب كيف بنطبخ، إذا منسف قوي آدم، أكيد. آدم بحب المنسف، بعرف صح ولا لا يا آدم؟ آدم صح ولا لا؟ مظبوط. آدم إذا بتقدر تعمل أنميوت للمايك تاعك. اعمل أنميوت يا آدم. أهلا آدم، كيفك؟ هلا. الحمد لله. هلو، بتفضل احكي معاك عربي ولا انجليزي؟ زي ما بدك. ماشي. انت كيف حالك هلا؟ كيف اوضاعك مع الحجر؟ الحمد لله كويس. في عندك اشي بتفضل انك تعمله؟ في اشي مشتاق له من برا؟ صاحبي. في رياضة بتقدر تعملها في البيت أو برا البيت حاليا بتعملها؟ بلعب باسكت بول مع أبي. كويس. هو أبوك في الباسكت بول؟ أكتر أحسن مني. إيه؟ غريبة هاي. في شيء أنت مشتاق له في المدرسة ولا مش داعي للمدرسة هلأ؟ ننساها. لا، مشتاق لها ولا لا؟ شيء؟ لا، مش مشتاق للمدرسة. كيف شو اسمه، كيف الجو عندكم في البيت؟ في صعوبات؟ في شو اسمه، في حريات؟ في اشياء تقدروا مسموح لكم تطلعوا وتتمشوا حوالين المنطقة فرضا؟ ما في كتير أشياء. قديش تتوقع نضل قاعدين في بيوتنا، نضل محبوسين هيك؟ كمان ممكن للجون. طب ليش انت اساس يا ادم؟ يعني الزعلان. مو زعلان. طب اوكي. طب انت بتساعد بابا وماما؟ بعمل الديشز و كمان sometimes I clean upstairs. بتسوي شيء في غرفتك؟ لا. طب كيف بتقضي وقتك على شو؟ فيديو جيمز. فيديو جيمز؟ شو الفيديو جيمز؟ مايك تبعتك ميوتد. شو الفيديو جيمز؟
فورتنايت وماينكرافت. مع عمر عيد يوسف يعمل يوسف يعمل وكمان واحد من مدرسة تبعتي ونيكو. عمر وعيد وينهم وتيهان؟ عيد بالأستراليا ويعمل باليو اي اي وعمر our neighbor. في شيء بتشتغله في المدرسة؟ teachers, students. بس مو كتير. ليش؟ إنه ما في يعني إنه ما في كتير أشياء بالمدرسة بتعمل وبعد صاحبي بس وبقدر أحكي مع صاحبي. يعني أونلاين كويس. أحسن. لا مو أحسن. مش أحسن. مش أحسن بس it works. بتفضل إذا الدراسة صارت أونلاين ولا لساتها في المدارس؟ في المدارس. ليش بتفضل في المدارس أكتر؟ إنه بالمدارس هم يعني بالبيبر وأنا بحبها بالبيبر. طيب. آدم ونغم هنعطيكو آخر دقيقة إذا بدكم تحكوا إشي عشان نأخذ غيركو. فنغم عندك أي حاجة حابة تحكيها؟ يمكن لم عشان هذا الكورونا فيروس صار ما في كتير أشياء الناس بتقدر تعملها. ف I think إنه هذا الكورونا فيروس it might last maybe after summer عشان المسكيتوز بيقدر هيك carry الكورونا فيروس by blood. لا المسكيتو ما it doesn't carry. Don't worry. لا. أوكي. إذا في مسكيتو بوسيها ما في مشكلة. بس what if ticks إذا بياخد الدم من حدا اللي عنده كورونا فيروس وبيعطيه لدم حدا ما عنده مو هذا بياخذ الكورونا فيروس؟ لا الكورونا فيروس عمو بتدخل عن طريق الريسبيراتوري سيستم عن طريق جهاز التنفس. إذا دخلت على الدم ما بتعيش. أوكي؟ إذا ما واحد أتشو وجهك ما تخاف. أنتوا خايفين من الكورونا؟ كلها للكورونا. طيب في عمتو بتسأل سؤال. وأنتي قاعدة في أشياء مسموحة أكثر من الأول ولا لا؟ ما بعرف. نفس الاشي نفس الشغلات المسموحة ولا هلأ بابا بعطيك شوية شوكولاتة زيادة وشوية كتير كتير بيعطي شوكولاتة بعطي شوكولاتة آدم في شغلات عندك هلأ أكتر مسموح you can use it you can do it تأكل شوكولاتة أكتر تتفرج على التلفزيون أكتر ولا زي زمان؟ استنى أعمل لك unmute. بأكل أكتر شوكولاتة إنه أنت شريت كتير شوكولاتة وكمان بلعب أكتر. طيب خايف أنت من الكورونا؟ شاطرين. حبيبتي نغم حبيبي آدم باي باي. باي باي. يا سلام.
السلام عليكم. عليكم السلام. سوزان كيفك؟ I'm good. هاي بتفضلي احكي معك عربي ولا انجليزي؟ I prefer English. All right. How are you doing? I'm good. مع ان سوزي بتحكي مصري جدع. Is there something you miss about life outside? I'm missing my friends. Mm-hmm. Are these your friends at school or just friends from around the neighborhood? My friends at school. Mm-hmm. What grade are you in? I'm in grade 6. Mm-hmm. Did you, the EQAO this year was canceled, right? Yeah. Mm-hmm. Is there anything special you like about school? I like school with friends, and I feel like sitting at home without like doing any work, I don't think that's really like fun. Mm-hmm. Is there, what's your favorite subject? My favorite subject is maybe language, I think language. Mm-hmm. Which one do you dislike the most? I don't have one that I dislike. Mm-hmm, that's good. That would help you a lot later. Is there anything you'd like us to know about you? Mm-hmm. So, how long do you think this would last? I think this will last until at least the end of summer. End of mm-hmm. summer, okay. Yeah. Why do you think end of summer? Did you read anything about it? My sister tells me about it. Okay, how old is your sister? She's 21. Good, so do you trust her? Yeah, of course. She's a nurse. Why? Is she a scientist? She's a nurse. A nurse, oh yeah, she is. Yeah, she's almost a scientist. What do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. So you want to kill all viruses? Yes. How do you do that? I mean, first you have to study about it first. So are you good at school? I mean, I'm not bad. Not bad, that's good, okay. So do you have any new hobbies during this time? Did you discover anything new in you? I mean, I'm more awake. Okay. Like I could wake up without having like I could wake up at any time I want. Like I don't have to worry about getting up. Oh no, I mean, did you discover anything kind of cooking? You have an art. Yeah. I would at home. Like I would learn how to cook new things. So, for example. Like I know how to make salad and pasta. Okay. No kushari? And kushari. No? Yeah. You can? So next time you invite me for kushari, are you okay? Yeah. With a lot of spices. Okay. Do you like spices? Yeah. Yes? What about you, Sana? Do you like spices? Yeah. Not a lot, but like no. Kind of. Okay. Like how spicy do you go? Probably like I like sriracha sauce, I guess. I don't know if that's really spicy or not, but like, you know what I mean? Do you like any like other like you like molokhia and yeah. Molokhia is my favorite one, you know me. I am the king of molokhia. It's a necessary thing at home. وخاصة إذا بتحط عليها ليمون. ماما بتسوي ملوخية في البيت؟ بتساعدي ماما أنت في البيت؟ في أشياء فاني صارت معاكي؟ سوري. فهمتي عليا؟ Yeah. You understand? Yeah. Okay. في أي ثاني funny things happened to you? Not really. No, it's boring.
So what do you prefer, to go to school or stay at home? I prefer to go to school. Why? Because I get to see my friends, and I feel like just staying home, like staying at home for the whole day, isn't really that fun. So if you were the Prime Minister of Canada, what would you do to help us go through this hard time? I would say that you can't travel, which is already what they decided. You can't travel anymore. But if it's for like special needs, then yes. And you should stay home at all costs. Like, unless you just need to go get groceries and stuff, then you can go out. Are you going to help some businesses? I feel like it would help. You will. So what about schools? Are you okay with closing schools? I mean, I think it's for the best. Okay. So what do you do home else than studying? Sometimes my teacher, she has this blog. It's a website where she puts all the like online homework that we can do. And so you do some homework. Okay. Every day. What else? You watch TV? I have Quran and I do Quran. MashaAllah. How do you communicate with your friends? On my phone, I communicate with them through Instagram and other apps. Mm-hmm. So you always in touch with your friends? You know what they are doing, what's happening? Any good idea for kids around to do something special in this time? I mean, if you're always bored at home, sometimes if I'm really bored, I just draw or watch. Okay. What do you think about Salah or Qira'at Quran? Yeah, I should do that too. It will help? Okay, Susie, thank you very much. Do you want to say anything? I wish we could pass this time because I feel like it's a really hard time. It is, but we will pass. Do you have fears? I mean, not really, but I just I'm worried this weekend. Okay, do you know if you keep worrying, it will lower your immune system? Really? Yep. So, but don't worry about worrying. Make sure you don't worry about that. Okay. Don't worry to be worried. How that sounds. So the best thing is to keep positive. Okay. Even your mom and dad and your family speak about it. Go and watch some good movies. Enjoy your day. Do some good things, go to pray, Salli. So this is very important. And thank you for your advice. I will send it to the Prime Minister. Okay, thank you. Thank you, Susie. We'll see you next time. Okay. Sana. How are you doing today? Niha. Mm-hmm. Ismail, عندك انت باي صف قديش عمرك؟ عمري 11 وانا بصف سادس. في إشي مشتهيته في المدرسة؟ يعني اشتهيت لما شفت دائما أشوف رفقاتي كل يوم، لما نعمل الشغل بالصف مو أحد، هلا صار الشغل فما حبيته كتير. في إشي المدرسة عملته قبل الحجر؟ في الأساتذة حكوا لكم إشي؟ لا ما قالوا شيء. أعطوكم أشياء تعملوها خلال الحجر؟ أعطونا هلأ عم بيعطونا شغل كثير هومورك صار عنا كثير هومورك بس وعم بيعطونا ويب سايت هيك لهذا عشان نتسلى فيهم. بتفضلي أنتي الدراسة تكون أونلاين ولا بتفضليها تكون في المدارس؟ هلأ بفضلها بالمدارس لأنه أحسن بنبسط أكثر بالمدرسة شوي هلأ صرت هيك أحس. في عندك إشي في مادة بتحبيها أكثر؟ رياضيات. كويس. ما بعرف كتير ناس بتحب الرياضيات.
بعرف هو غريب بس يعني لأنه شوي منيحة يعني أنا رياضيات أحسن منه من هذا ال other subjects. Yeah. في شيء ما بتحبي؟ ما بحب إنجليش. يعني واضح إنه عقلك رايح scientific. في شيء أنتي في إشي بدك تصيري وتكبري؟ والله ما بعرف، يمكن طباخة لأن دايماً عم بطبخ. يمكن بتعرف تطبخي يا سما؟ بحب أطبخ جاتو، سلطة، ويعني كتير أشياء، يعني سويشات وكوكيز. سويشات، كوكيز، وبراونيز، وجاتو، وكل الأشياء. أوكي، that's good. ولحالك ولا ماما بتساعدك؟ هي ماما بتقلي الانجريدينت بس مر يعني مرات لا يعني ما بتساعدني كثير. انا عمرك حاولتي تطبخي بس هيك؟ نعم. عمرك حاولتي تطبخي بدون وصفه بدون اي شيء بس تدخلي على المطبخ وتعملي اللي بيطلع معاكي وتشوفي كيف بيطلع؟ كيف طلعت اخر مره؟ يعني طلعت منيحه يعني بتتاكل. أنا بعرف جربتيها إنت أول ولا أعطيتيها لحد تجربي فيه؟ خليت حدا أمي تتهدى تجربه أول شيء. ماما بتساعدك أحياناً؟ إيه بتساعدني، يعني تجي على المطبخ تقول لي كيفك أنت منيحة بدك مساعدة، وإلا يعني إذا بدي مساعدة بشيء. شو أذكى شغلة بتسويها؟ يمكن الكيكة، ما بعرف الكيكة شو اسمه؟ الريد فالفت. طيب ليش اسمها؟ Red velvet. Vomit? Oh. لا. Red velvet. Red velvet. Red ايش؟ Red velvet. Vomit. Okay. Velvet. أيوة ذاكي المهم. Okay. إيش أكثر كيكة أنت بتحبيها؟ ال Red velvet والفانيلا بحبون أكثر شيء. طب سنة احكي لي إذا أنت كنت ال Prime Minister. شو حتسوي عشان تساعدي الكنديين بهذا الوقت؟ أقول لهم يعني يضلوا بالبيت ويعني يحاولوا ما يطلعوا برا وما يقربوا على الناس تانيين، ودائما إذا بدهم يطلعوا برا عشان يجيبوا groceries ولا أغراض يحطوا ناس يعني at least بس يعني يحاولوا يحافظوا على حالهم. إيش بتغيري في الوضع اللي هلا؟ بغير؟ في ناس عم بيطلعوا برا مثل ما صار في شيء، يعني مثل كورونا مو أصلاً عم بيطلعوا برا هون بالبارك عم بيلعبوا أولاد، يعني هنا لازم يعني الجوفرمنت لازم يكون more strict في دول الشيء. مش كل شيء على الجوفرمنت، إحنا برضو لازم نسمع للجوفرمنت. في ناس ما عم بيسمعوا أبداً، عم بيروحوا عم بيلعبوا كل محل. أوكي نعملهم بي بي صح؟ طيب انت بتحبي السكول تايم ولا هلا؟ هلا كنت احس بحب السكول تايم اكثر لانه بشوف رفقاتي اكثر وبشوف ناس ثانيين، يعني هلا بس عم نشوف ناس على الهدا الانترنت بس فيعني مل. وهاو دو يو كوميونيكيت مع اصحابك؟ شو الطريقه؟ على تليفوني، على انستغرام وفيس تايم ومسجز، هذول البرنامج. طب شو بتسوي؟ بتقرأي قرآن؟ بتصلي؟ أنا عندي مدرسة عربي، فيعني هلأ صار عنا المدرسة العربي على الأونلاين بيبعدها they send us يعني homework، لازم نحفظ قرآن ولازم نعمل عربي وتربية الإسلام كل هدول. هل حاولتي تصومي يوم خلال هاي الفترة؟ أسبوع كله صمت. ما شاء الله ممتاز ممتاز. أنت عارف إنه رمضان جاي صح؟ صح. شطورة شطورة. طب ماما شو كيف بتساعديها وبابا في البيت؟ شو بتسوي لهم؟ هذا بجلي مرات ونظف البيت، يعني بكنس البيت ويعني الدرج نفسه بنظفه، حتى برتب غرفتي. شطورة شطورة. انت كيف شعري هلا؟ انت اكثر حبيتي بابا وماما لانهم قاعدين معك كل يوم وبتشوفيهم كل يوم وبتحكي معهم؟ يا وانا اصلا دائما بحبهم يعني. بس هلا قاعدين حواليك هم يعني ابغى دعمك ولا لا؟
قاعدين هالأجنب في الأزمة. أيوة طيب سلمي عليهم. هل طلعوا كويسين بابا وماما؟ تعرفنا عليهم جديد صح؟ طيب شو شغلات بتعرفي عن هذا الفيروس وبدك تسألي عنهم؟ بدي أسأل إذا هو نفسه يعني هو بدي أعرف إذا أنا بعرف هو كتير contagious بس بدي أعرف يعني شو هو البرسنتج إذا أنت تقدر تموت يعني أنت تموت شو هو البرسنتج very low خاصة بالصغار يعني في بس ولدين لحد هلأ ماتوا في كل العالم صغار أقل من عمر 13 سنة 12 سنة بس اثنين فالبرسنتج كتير لو يعني اثنين اللي ماتوا 6000 يعني البرسنتج كتير لا سوري 60000 60000 اللي ماتوا فالبرسنتج كتير قليل فdon't worry واهم شيء ايش كان نسوي عليهم شيء هذول الاثنين كان لا. فيهم امراض موجود من قبل ولا بس كانوا هيك الاخر كانوا سليمين بس ما حدا عارف شو اللي صار هلا اكتشف الناس الكورونا يس شو لازم نسوي اهم شيء حكينا ما نخاف كثير اذا خفنا بيجي لعنا وحتى يعني ما نطلع نحاول ما نطلع كثير ونقرب على الناس نسمع كلام بابا وماما صح ولا ما لها خص بالفيروس لانه بقول لك اطلعي لا تطلعي ما حطلع اكيد بابا وماما حابين صحتك وعارفين انهم بدهم يطمنوا عليكي فاكيد بدك تسمعي كلامهم نغسل ايدينا دائما حكينا بالماء والصابون تتذكر لما درسناها يا ايه تذكرت اوكي ودائما ايش نحكي نتوكل على الله ونصلي عشان هذا بيقوي من جهاز المناعة عندنا أهم شيء يكون عندنا جهاز مناعة قوي عشان يكون جهاز مناعة قوي شو لازم نسوي كمان لازم يعني ناكل أشياء healthy وننام ونفيق الصبح ما ضل يعني نايمين لساعة واحدة ولا اثنين healthy يعني chocolate صح لا healthy مثل الموز هاي آدم عم بأكل chocolate هلا بقول لي هذا healthy شوكولاتة يعني healthy يعني إذا هو 100% شوكولاتة شوية حك بتكون شوية healthy أيوة هاي جاب لي شوكولات لا هذا مش healthy هذا طيب سنة حبيبتي شكرا كتير حابة تحكي إشي حابة أقول للناس بس يعني الناس اللي هلأ هنا متفرجونا يعني يديروا على حالهم يعني حاولوا ما يطلعوا برا كتير بس إذا في groceries بدهم يطلعوا ولا ماشي بس هيك يعني قريب للبيت أوكي بس يعني ما يقربوا على الناس كتير ويلبسوا gloves وماسك دائما طب سنة في لك سؤال سبيشال أوكي من عمته ميسم بتقول لك شو بتنصحي الأطفال لما يزهقوا في البيت شو يسووا يحاولوا يمكن يروحوا على الانترنت ويطلعوا على نيو يعني أكلات طيبة يعني يعملون ولا يحاولوا يعملوا في شيء اسمه سلايم مثل هيك ألعاب يعني يرسموا يحاولوا ما يعني يروحوا على يعني الانترنت واليوتيوب يتفرجوا على أشياء ويروح مع رفقاتهم ويعني يعملوا هيك يعني هذا مثل competitions عن يعني مين بيقدر يعمل شو اسمه مين بيقدر يعمل سلايم أول واحد ولا عرفتوا كل هذول الأشياء ألعاب very good very good شطورة يا سنة يلا حبيبتي تصبح على خير مع السلامة يا سلام سلامة حنأخذ عمر وحلا هلا كيفكم عمر وحلا اعملوا انميوت للمايك تاعكم اوكي هنا السلام عليكم هلا كيفكم كويس الحمد لله بأي صف انتو قديش عمركم صف سادس هي صف رابع مشتاقين ترجعوا على المدرسه ولا لا مشتاق اروح على المدرسه من قبل كنت احب اضلني بالبيت بس هسه بحب اروح على المدرسه اكثر ايش خلاكي تشتاقي لها مشان هسه بالبيت انا زهقانه
والمدرسة أنا بحب المدرسة، بتعلم، بشوف أصحابي، بلعب، بنبسط. وأنت يا عمر في إشي؟ أنا مشتاق يعني شوي بالمدرسة لذا بارت إنه لما أنبسط مع أصحابي وهيك، يعني مرات بتعب وأقل درست يعني كويس شوية أحسن يكون عندي أونلاين سكول، بس لسه يعني بشتاق شوية للمدرسة. جربت الأونلاين سكول من قبل؟ نعم جربت الأونلاين سكول تكون جربتوها من قبل؟ بس يعني لا والله، بس يعني أنا عارف يعني شو كانت يعني أنا عارف شو راح تكون من الأساس، يعني just like school بس على الكمبيوتر. هيك أحسن ولا أول أحسن؟ والله في يعني some ways بس mostly أنا لما أكون على المدرسة هيك أحسن، عشان بقدر ألعب مع أصحابي وأسهل المعلمة تعلمني. طب كيف تلعب مع أصحابك؟ نلعب كرة برا بالريسس، نطلع برا دام ناخذ طابة ونروح، في عنا بيك سوكر فيلد بعدين نلعب كرة هناك. أوكي بتلعب أونلاين كمان؟ يعني أنا يا ألوت كتير حلا. نعم حلا. شو بنعمل برا؟ شو بتسوي أنت؟ بتلعبي مع أصحابك ولا ما بتلعبي؟ بلعب مع أصحابي مرات، بس نمشي بنحكي مرات، we gather the classes بصف الرابع وكنا بنلعب مع بعض. أوكي أونلاين طبعاً. أنا قصدي لما قبل لما كنا نلعب. أو هلا شو بتسوي؟ هلا بالبيت ما بعرف، هيك عندنا activities نعمله مع أصحابي، بحكي معهم through Instagram و Messenger و TikTok. تقرأي كتب؟ بتسوي حاجة بالدار ولا بس تقعدي تتفرج على التلفزيون؟ بعمل برسم، أنا بقرأ، بكتب بالجورنال تاعي. إحنا we exercise، منروح نمشي كل يوم، we bake things، يعني عملنا كيكة مبارح. نلعب. مين عملنا؟ استني مين عملنا؟ أنت عملتي ولا ساعدتي ماما ولا ماما تفرجتي على ماما؟ أنا our cousins إجوا عنا، مشاري لهم عنا بالكورنتين، فبنعملهم معهم. بنت خالاتي مع بعض انتو عايشين؟ بنات خالي. أوكي. وانت عمر ساعدتهم ولا لا؟ لا ساعدتهم مرة، يعني مرات بالاكل ولا بالصنع؟ لا بالاكل، كل شيء. فهمت شو حكيت لك انا، بالاكل ولا بالصنع؟ لا انت يعني بس you eat with them ولا you make it with them؟ No, I make it with them كمان، بساعدهم مرات. أنا بسمعت امبارح باكل منسف أنت، صح؟ أنت امبارح ماكل منسف، صح؟ امبارح كنا منسف. آدم زعل علي. في طبخة بتحبوها أكثر؟ منسف. منسف. لا شكله في كثير ناس تحب المنسف عندنا هون. كثير بحبه. المنسف زاكي؟ مين طبخ لكم اياه؟ ماما. ساعدتوها ولا لا ولا ما ساعدتوها؟ انا بساعدها مرات، بس انا والله ما بساعدها هاي المره. لا هاي المره بس رحتوا تاكلوا، ساعدتوها بالاكل؟ لا بنساعدها بالتنظيف، مش بال تنظيف الصحون، هيك لحوست الصحون، صح؟ لا بس اكلت يعني اكلت. طب عمر بدي اسالك سؤال. شو نعم. بتسوي غير البلاينج اونلاين وريدنج و نعم. شو بتسوي يا عمر؟ شو بتسوي يا عمر؟ جواد هلا جايين، استنانا شويه جواد. اوكي انا عارفك زهقت انت. السلام عليكم. هلا عمر سامعين؟ انت بتعلق. طيب هسه هيك احسن.
طب شو بتسوي انت غير الـ غير الـ playing؟ يعني فيديو جيمز غيره ايش تعمله؟ اوكي شو كمان؟ مرات انهم يعني عندي جيتار فبلعب الجيتار كتير مرات وكمان بعمل مثل الفرنش عندي عشان يكون عندي لفظي احسن. وكمان ايش الشيء بتحب تعزف على الجيتار؟ وات سوري نعم ايش الشيء بتحب تعزف على الجيتار؟ أغنيات. ايش بتحب تعزف؟ اونلاين بتدرب مع استاذي. طيب ومرات بس بتدرب لحالي. وكمان بقرا قران يعني نوعا يعني كل يومين بقرا قران وبحفظ لو بقدر. وهيك مرات نطلع لبرا نمشي. طيب عمر وحلا اتوقعوا انتو بدكم تصيروا البرايم مينستر تبع كندا، شو بتسووا هاليومين؟ شو راح تغيروا؟ اذا صرتوا البرايم مينستر تبع كندا شو راح تسووا؟ عشان انا لو ما حليتش يعني انا سمعت انه ابوي اللي كمان انه عنده بالكويت لو ضليت يعني برا بعد 6 بي ام they'll arrest you. فانا بقول يسووا نفس الشيء هون اوكي كندا. شو كمان انه يعني arrest you give you a warning ويقولوا لك ممنوع تطلع برا حليت جوا بيتك عبين ويقولون يعني دستارش انه كيف if it's getting worse ولا يكون احسن. فممكن اشوف انه لو في مره ما فيش كثير ناس infected it's getting lower ويعني it's a little more safe ممكن اقول يعني اونلاين انه بيقدر الناس يشوفوا بعض شوي مش كثير بس يعني واحد بس يزور واحد يعني بس بسرعه مش يعني ينام عنده ولا اي شيء بس يحكي معاه في يعني ساعه ولا نص ساعه بعدين يروح بس بسرعه وما يلمس اشياء كثير. بس لو كثير سيئه بروح اقنع اونلاين انه ولا واحد يطلع برا يضل كل حدا بالبيت وممنوع يطلع برا. هلا كل حدا stay at home جد يعني you by staying at home you're saving multiple lives by going outside you're killing multiple people. ضلكم جوا wash your hands do protective stuff at home بس لا تطلعوا برا. So enjoy your life at home تحكي لهم. Yes be productive okay. Bake something new read a book draw Paint. هلا انا بعرف انك بتحبي تقرأ الكتب، هل ممكن تعملي as a prime minister كل واحد في كندا لازم يقرأ كل يوم نص كتاب؟ رح I will select واحد I will select a person يقرأ okay. كتاب واحد بعدين حضني لا ما بزبط. شو لو ما سووا يعني عقاب لهم؟ بس يعني شو لو ما ردوا كيف بدهم يشوفون؟ دي كان سيئا. طيب حلا حلوش بدي أسألك سؤال هيك سريع، شو نصيحتك للأولاد اللي من عمرك لكل الأولاد نصيحتك؟ ممكن أقول بالإنجليزي؟ yes Inta, I know your whole family's talking about COVID. Everyone around you is talking about COVID. Don't be worried. It's not your business to be worried right now. Just have fun at home. See your friends at home. Talk to them over the phone. Have fun. Just do activities at home and do your online school work. I know you need to do it. Just have fun. Have fun until all this over. It will be over. It will be okay. Omar, is there something you would like to tell people of your age? Not to say all of them. Because you know, بتضلكم بالبيت ويعني there's a lot of potential. تاخدوا online, تلعبوا مع بعض online. فعشان نقدر بلعب online. بس بقدر أحكي مع أصحابي ننبسط. We have fun online. It's better than
infecting other people going outside. إنه أحسن ضن جوا بعدين بعد ما يخلص على الأقل يعني لسه استمتعنا كتير وقتنا دول البيت. قديش أنتوا شايفين إنه راح يطور الموضوع بعد هاي الفترة حيكون شو اسمه وضع بداية؟ يعني بعد قديش راح يصير تتضايق؟ بعد كم يوم فكركم حتنتهي القصة هاي؟ قصة اللي طيب حلا وعمر شكرا كثير كثير لكم ان شاء الله نشوفكم في مره ثانيه يعطيكم العافيه شكرا طيب هلا بدنا ننتقل لجوري وجواد حنفتح معهم المايك مع بعض جوري وجواد اهلا وسهلا فيكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام كيفكم الحمد لله انت باي صف سادس انا صف السادس اوكي كويس انتوا الاثنين في نفس الصف في شيء مشتاقين له من اوقات قبل الحجر going outside يعني عشان نفس الشيء انت جواد شو المشتاق له اكثر اعرف رفقاتي وانسيتي اوكي جوري مشتاق انك ترتاحي من احمد ولا لا اخوكي ولا بس هو كل يوم قاعد بلعب تحت جوري سمعاني يمكن هو بده يرتاح مني بشتاق يعني اروح اشوف صحباتي نعم في شيء انت عم تعملوه لا هسه وقتكم انا شو اسمه بعمل بلعب على الكمبيوتر وبلعب games وpuzzles أحيان بعمل وبقرأ قرآن وبصلي و التيتشر تبعنا بعمل على جوجل كلاسروم work فبنعمله وهيك اوكي شاطرين ما شاء الله عليكم وانت على جواد شو بتسوي بروح أسوي رياضة في شيء أنت عم تعمل اليوم لا بس بروح هيك أسوي رياضة وبعدين أروح على الكمبيوتر عنا بروجرام أوكي الأنسة تعطينا أونلاين ممتاز نشتغل عليه يعني ونحكي شات معها طيب شو بدك تطلع بس تكبر يا جواد؟ بوليس بوليس مان اوه جود وجوري جوري انا بدي اشتغل مع ناسا مع مين؟ ناسا وين بدك تروحي مع ناسا؟ مش على الفضاء بس يعني اشتغل معهم عشان انا بحب الفضاء اوكي ممتاز هاي معنا أحمد كمان خلينا أحمد هو ميوتد نعم. كيفك يا عمو الحمد لله أنت كيفك الحمد لله حنرجع نحكي معك بعد دقيقتين بس نخلص من جواد وجوري أوكي حاضر يلا خليك معنا على الخط طيب شو هتسوي مع ناسا يعني عالم الجيولوجيا زي بابا مش مع الجيمز بس يعني السبيس وهيك اوكي انت بتعرف انه الجوفرنر جنرال تبعتنا كانت رائدة فضاء ما عرفت نو شي واز اوكي جواد انت عندك اخوان اكبر منك واصغر منك شو بتسوي معهم
بتلعب معهم بتلعبهم؟ أنا هلا بلعب مع أخوي حمزة اوكي، عن شو بتل التليفون، وبلعب مع أختي الصغيرة وينها ماشا؟ هاي ماسا، شوفوا ماسا شطورة، ماسا ماسا عمو جمال، ماسا ماسا في عالم آخر. ماسا هاي. هاي كيفك يا ماسا؟ الحمد لله الحمد لله. بتروح على سكول؟ ايه ما في سكول، كيف ايه؟ في حلا، في حلا كانت حلا، كنتوا تروحوا تاكلوا بيتزا مع بعض؟ ايه هلا ما في بيتزا صح؟ بلا فيه. مبلا فيه، وين؟ في البيت؟ لا وين؟ ما في. طب جوري، حيفاء 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 جوري، شو بتسوي غير الدراسة في البيت؟ في ألوان بطلع recipes على الإنترنت وبطبخهم، يعني that's my key way to pass time، يعني عشان baking يعني takes time ف yeah passes time quickly، و بلعب مع أخواتي، نحضر movies. good good. طيب movie أنت بتحبيها أكثر؟ يمكن جومانجي أو يعني هيك الموفيز، يعني الأكشن أو الهورر. الهورر حلو. جواد بتحب الموفيز؟ إيه. شو بتحب تحضر؟ يعني الناس اللي يرسموا أنمي مثلا ماي هيرو أكاديميا. بتحضر يوتيوب كتير ولا لا بهالأيام؟ ما بفوت كثير عليه. ماسا يمكن بتحب يوتيوب. ماسا تحب ستيسي. طيب سؤال لكم اثنين، اذا كنتوا البرايم مينستر اون ذيس دايز، انت انا هلا قلت لك انت راح تصير برايم مينستر اوف كندا، شو راح تسوي؟ جود جوري سوري جوري، انا يعني I would يعني you see يعني الناس دائما يعني برا the rules aren't يعني so strict and يعني it could spread the corona quickly, so I think we should يعني if I was the prime minister يعني I would make rules يعني stricter يعني not like only for groceries yeah you can go outside بس مش يعني انه you go to the park with your friend يعني okay that's oh, all right بس يعني you don't know if they also have the corona. So I would just enforce the rules a little bit more and then have a punishment maybe. Jawad, what's your suggestion? أقول إذا أكون برمستر بحاول يعني كل جهدي أحاول دواء كل مرض بالعالم. إنك تلاقي دواء، ممتاز ممتاز. طيب جوري، شو نصيحتك للأطفال في هذا الوقت؟ شو يسووا؟ إنه يعني ما تضلكم على التليفون، يعني I know it's boring بس يعني do some exercise at home و pass the time يعني with your family because you never know how you know the time is short so pass it with your family, do يعني productive things مش يعني بس على التليفون أو بس على TV، يعني do some productive things زي puzzles و cooking و chores يعني. جواد but still have fun. يا جواد شو بتحكي للأطفال اللي زيك؟ أحكي يعني يسووا أشياء جديدة ما سووها بحياتها يعني بالبيت، ممكن يتعلموا شغلات جديدة صح؟ إيه ويدرسوا. ويدرسوا، ممتاز. وأنت ما شاء الله عليك شاطر في الدراسة أنا بسمع. نعم. تدرس فرنسي لسه ولا نسيت؟ لا نسيت. طيب ادخل شوية على اليوتيوب،
احكي مع اصحابك اللي بيحكوا فرنسي زي ادم، صاحبك ادم بيحكي فرنسي صح؟ اه اوكي، فاتصل فيه قول له ادم بدي احكي معك بالفرنسي. نعم طيب ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي جواد، حبيبتي جوري، يعطيكم العافية وشكرا كثير لكم. وهلا حنروح لأحمد. Thank you for your time. Thank you, thank you عمو. Thank you. سلام، كيفك يا أحمد؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله يا عمو. تفضل يا بهاء. أهلا، كيفك؟ قديش عمرك؟ بأي صف؟ أنا الصف الثامن، عمري تقريباً 14. متحمس إنك تدخل في الهاي سكول؟ بتعرف أي واحدة بدك تختار؟ أنا رايح على جون ماكري هلا. في أشياء متحمس تدرسها؟ أشياء بتعرفها؟ يعني بحب أنا هيستوري وجيوغرافي كتير، كمان ماث ساينس، يعني أنا بحب كل إشي. يعني as a favorite يعني math و history و geography as a favorite. في least favorite؟ لا not yet على قليلة. not yet. في إشي تتوقع إنه يصير least favorite؟ ما بعرف. وما راح يزيدوا كتير أشياء بهاي سكول فلسه. أبو حميد، أبو حميد، أنا بعرف إنك كنت تروح على الكاديت، هالأيام ما في كاديت، شو 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 رأيك؟ يعني كاديت في تقريباً 100 شخص كلهم بالضبط جنب بعض، I understand ليش بيشيلوا يعني one of the first things هلا. يعني إذا واحد شخص عنده الكل راح يجي له. Do you miss the cadet هلا؟ يعني أي بحب أروح الكادات. ممتاز ممتاز. طب سؤال إلك، أنت بتحكي بالدار عربي ولا إنجليزي؟ ميكس أكتر. مع يعني إخوانك شو عرب. مع إخوانك شو بتحكي؟ يعني نفس الإشي ميكس بس أغلب عربي. وبس تسب عليهم، تعصب على أخوك الصغير شو بتحكي؟ لا ما بسب انا. اوكي شطور شطور. طب مع ماما شو بتحكي اكثر، عربي ولا انجليزي؟ ايش بحكي اكثر يعني عشان مدرسه كثير بكثير انجليزي، عشان مع ماما تريكي. مع ماما عربي. اوكي طب ماما كيف مزبطاك في الطبيخ هالايام ولا لا، ولا بتضلك جوعان؟ مزبطها منيح، زبطتها منيح. طيب فاضية شو بدها تسوي لكم غير اكل اكل اكل؟ بتساعد ماما ولا لا؟ اذا هي بدها مساعدة. انت بتعرض عليها تقول لها ماما انا بدي اساعدة؟ شو بتسوي بالدار انت لحالك هيك بدون ما ماما تقول لك؟ بتكنس الارض، تنظف غرفتك؟ يعني بنظف غرفتي اكترية الوقت على التليفون او على الايباد. طيب ايش بتسوي؟ يعني بدرس اكثر من التيتشرات بيعطونا. شطور، كله على الايباد اونلاين. كله. طيب انا شو في اشي مضحك صار معك خلال القعده هاي؟ في اشي هيك غريب؟ ولا اشي هيك، كله زي كل يوم زي بعضه. اليوم شو هو اليوم؟ What day is today؟ شوف انا عندي سجستشن احمد، مش في ساتردي وساندي وماندي وتيوزداي؟ يشيلوا اول جزء وخليه داي 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 داي، كلها صارت زي بعضها. وهلا بقول لك في بس امبارح واليوم وبكره. ايوه امبارح واليوم وبكره مزبوط. طيب احمد نفس السؤال، اذا انت صرت البرايم مينستر اليوم قالوا لك يا احمد انت بكره بدك تروح على الاوفيس وبدك تصير نيو برايم مينستر اوف كندا، شو راح تسوي عشان تساعدنا في الازمه هاي؟ اول اشي بقول لهم انه يضلهم بالبيت. ممتاز. ويغسلوا ايديهم كتير. و يعني انا بعرف انه في ناس هبل كل مكان وما راح يسمعوا. مزبوط. أه؟ شو حتسوي لهم؟
ايش راح نسوي انه ما بنقدر نسوي اشي او بس بنحاول نخلي بس سيرفيلانس. ممتاز ممتاز. طب هسه هدول الناس اللي بيعرضوا باقي المجتمع للخطر، انت ايش شايف انه انت شايف انه لازم نعمل قوانين جديده انه تمنعهم؟ يعني هذا القانون الجديد الممنوع اكثر من 5 ناس برا البيت هاي منيحه. انت شايف انه 5 انت شايف انه 5 رقم كويس؟ يعني شويه عالي بس منيح. So, do you have any questions على ال COVID-19 بدك تسألها؟ لا كل شيء ممتاز، لازم تكون خايف. ممتاز. طب شو نصيحتك للأطفال التانيين؟ wash your hands. wash your hands. الأطفال كمان شو بدك تحكي لهم عشان يقضوا وقتهم؟ Do more studying than what your online teachers give you. مزبوط. اقرأ كتب، اقرأ موسوعات جديدة. طيب أحمد، بدي أسمع منك آخر كلمة اللي بدك إياها، شو بدك تحكي؟ Stay safe, stay home, wash your hands. Thank you أبو حميد. Thank you. حبيبي. طيب ضلينا انا وبهاء هلا عليكم. طبعا انا بشكر الجميع الاولاد اللي تشاركوا معنا، طبعا يعني هذا انا بعتبرهم اجرا من ناس كتار صراحه، عملوا حلقه يعني جميله جدا جدا استمتعنا فيها كلنا، وفيها كتير معلومات قيمه، فعلا هدول الاطفال هم المستقبل تبعنا. فضل معنا الشاب الحيوة اللي قدامك بهاء. أهلين يا بهاء. أهلين فيك دكتور. هلا أنت رصفت لك. قديش عمرك يا بهاء؟ 17. ما شاء الله. يعني هاي سكول آخر سنة ولا لسه ضايل لك سنة؟ آخر سنة. آخر سنة. شو كيف الوضع هلا؟ شو بدكم تسووا أنتم؟ المدرسة سكروها طبعاً. قبل ما يسكروها الأساتذة حكوا لنا إنه وصلهم إيميل من المدراء إنه ما يحكوا عن المرض. عشان ما بعرف ليش ما حكى لنا ليش، بس أظن عشان شو اسمه، عشان الناس ما تبدأ تخاف، ما تبدأ تعامل بعض بشكل غير لائق. أوكي. طيب هلأ أنتوا شو بدكم يصير فيكم؟ أنتوا السنة الجاية مفروض تروحوا على اليونيفرسيتي صح؟ إحنا حكى لنا كقانون أساسي إنه اي طالب بيقدر يتخرج راح يتخرج، فيعني حيعتمدوا كثير على العلامات السابقه صح؟ فعليا العلامات السابقه لساتها موجوده، بس المشكله انه الناس اللي انقطعت باول السنه، هو كويس انه اللي انقطع هلا. أوكي. قبل ما شو اسمه يجي متاخر. صح. طب هل بعت ابلكيشن للجامعات ولا لسه؟ اظن الابلكيشنز لا لسه بتقدر تبعت، بس مرت فتره على اخر على بعد. ان شاء الله خير، ان شاء الله الله يوفقك يا بهاء. طيب احكي لنا بهاء، انت كيف بتقضي وقتك في البيت؟ شو بتسوي؟ بعملش كثير اشياء، اغلبها بقعد نايم. ما عندي كثير اشياء اعملها، بستنى في الاستاذ يبعثوا اشياء، عشان في جريد 12 بالعاده الدراسه بتصير بكيف الاستاذ، عشان هلا اساتذتي ما بيدرسوا الماده، بيدرسوها بس بيدرسوها بكيفهم. يعني انه في عندك الكريكولم، في عندك اشياء لازم تكون مارق عليها، بس هم بمروا عليها بكيفهم طريقتهم الخاصه. وكله اونلاين مش كله اونلاين، في اشياء مش موجوده اونلاين، فرض الكالكولس مش موجود اونلاين. اوكي. القانون موجود اونلاين، بس بتقدرش تدرسه يعني من كتاب، لازم تدرس مع الأستاذ. فإحنا قاعدين نستنى بالأساتذة يعطونا توجيهاتهم. أوكي. طب أنت شو ناوي تدرس في الجامعة إن شاء الله؟ شو اللي حابب تدخله؟ إن شاء الله بحب أدرس علوم صيدلية أولاً، وبعدين أكمل عطب. ما شاء الله ما شاء الله. ومعدلاتك هل تؤهلك؟ في عندك؟ الحمد لله نبرت في الفوتو جامعة أوتو. ما شاء الله. جود جود. يعني السنة الجاية إن شاء الله راح تكون فريشمان. إن شاء الله.
إذا فتحوا المجامعة السنة الجاية نقول إن شاء الله. إن شاء الله. قديش تتوقع إنه هاي المشكلة تضل؟ حطول. أنا حاس إنه يعني بعد فترة الناس من نفسها راح يصير بدها إنها ترجع على حياتها الطبيعية. فأظن إنه الحكومة راح ترد دخل هذا الكلام. بس ما أظن إنه في أي شيء إنه نقدر نحكي إنه قديش راح تطول. لأنه لسه في ناس بتتحرك، في ناس بتنقل العدوى بين بعض، وإذا انفتحت الدنيا هلأ العدوى راح ترجع تطلع مرة تانية. طب إذا أنا سلمتك الآن إدارة هاي الدولة وعطيتك تصير رئيس وزراء كندا، شو راح تسوي؟ شو راح تغير؟ إيش راح أغير؟ بجوز أغير المستشفيات. بس أظن إنه عدم قدرتنا على التعامل مع المرض هلا او عدم استعداديتنا هي دليل على مشاكل اكبر، مش على انه هي هاي المشكله اللي انهتنا. في مشاكل تانية اكبر قادتنا لهاي المرحله. اظن واحدة منهم انه هي المستشفيات. فبدل ما يكون في عندنا مستشفى واحد كل واحد لما يمرض يروح عليه، نوزع المستشفيات عشان احنا الهيلث كير عندنا تدخل تتعالج وما في داعي انك ما في الاكسبنسز الكبيره هذيك. فبيكون احسن انك توزع المستشفيات عشان تقلل اللود على المستشفيات الكبيره. صحيح. بتصير الحالات الصغيره تتفرق وتتعالج، واي حاله فرضا ايمرجنسي او جراحه او اشياء كبيره زي هيك تروح على المستشفى، والمستشفى المركزي يكون يتعامل كسبلاير لهي المستشفيات الصغيره. اوكي، جود ايديا. وات اباوت الانترناشنال جراديويت دكتورز؟ شو بتتوقع انك ممكن تسوي لهم؟ في عندنا دكاتره هلا ما عندهم الشهادات اللي هم اجوا فيها، ولكن احنا مش قاعدين نستفيد منهم. فهلا الحكومه لازم تلاقي هدول الناس وتساعدهم انهم يفيدوا الدوله، تساعدهم يساعدوهم. صحيح صحيح. طيب احنا في عندنا حاجه لهدول الناس، وفرضا هلا وهي حاجه بتبين في شهادات الطب. في شمال أونتاريو، في المدرسة الطب المسؤولة عن الشمال، صاروا يحكوا إنه هلأ إحنا مش راح نقبل طلاب طب جايين من برا الشمال، عشان هم محتاجين ناس عندهم، محتاجين إنه يكون الطلاب اللي بيتخرجوا من هذيك المدارس يضلوا هناك عشان يعالجوا الناس هذيك. فإحنا هلأ عندنا دكاترة متخرجين من برا صحيح، ولكن قدرتهم وتعاملهم بجوز مرات يكون أحسن من دكاترة كندا نفسهم. لازم احنا نستفيد من هاي المهارات ونحركها ونشوف كيف نقدر ان نحقق الهدف الاساسي لهاي الاميجريشن اللي احنا فتحناها. صحيح. طيب شو نصيحتك للشباب اللي بعمرك الان؟ كلكم نفس الحاله، كنا قاعدين في البيت في وجه ابوي وامي واخواني، وكل بكركب وبصرخ وامي بتطبخ وابوي بسمع يوتيوب واخبار ايش نصيحتك؟ ايش كيف نسوي؟ how to cope with this؟ إنه حاول. أنا ما عندي نصائح، بس اللي بعرفه اللي أنا عم بعمله هو اللي بنفعني. فبالنسبة إلي أنا بس عم باخد عجنب وبشوف وين بقدر أساعد شوي شوي. إذا احتاجوا إشي هون ولا هون بساعد فيه. إذا اضطرينا إنه نطلع بطلع أنا إذا ما عندنا حدا يطلع. فشوي شوي قاعدين ندارك الوضع. بقدر فرضا انه اذا صار في مشكله في البيت انا اكون وسيط فيها، اشياء هيك. هل بتساعد اهلك كثير في الايام هاي؟ هو ما عندي مقياس، بس بساعد، بعمل اللي بقدر عليه. اوكي. طب بدي اسالك عن المرض هذا، من وين بتاخذ معلوماتك عنه؟ من الدكاتره، بس لانه ما بتعرف مين بتقدر توثق، ما بتعرف مين دكتور عن جد، ما بتعرف حتى مين دكتور بيعرف عن ايش عم بحكي. ممتاز. يس. بالنسبة لي انا اللي بعرفه انه الامراض تنتقل عبر التلامس، عبر انه اذا انت اجي قربت عند حدا مريض في احتمال انه هذا مرض ينتقل لك، حسب نوع المرض، ولكن الكورونا بالذات بينتقل عبر العطس، عبر الرذاذ. عندك اي اسئلة حابب تسألني اياها جاوبك عن هذا المرض؟ انت قديش رايك انه راح يطول هذا المرض؟ صراحه العلماء بيحكوا من 6 اشهر ل 12 شهر.
إذا اكتشفوا إذا اكتشفوا الفاكسين، إذا ما اكتشفوا ممكن يطور أكثر. كيف الفاكسينات تنعمل؟ الفاكسين له عدة طرق، من أحد هذه الطرق هو هدف الفاكسين إنه ينشط جهاز المناعة اللي موجود في الجسم ويعطيه ذاكرة نحكي كاذبة للفيروس بشكل مصنع، بحيث إنه ممكن يعطوك بروتين أو يعطوك فيروس مقتول ضعيف، ممكن يكون ضعيف ممكن يكون مقتول، عشان الجسم يسوي ذاكرة. فالموضوع بيحتاج أول ثلاث خطوات أساسية، الخطوة الأولى في المختبر يشوفوا هاي النتائج، الخطوة الثانية على الحيوانات، والخطوة الثالثة على البشر. فهو عشان هيك بيطول، فبده وقت عشان يشوفوا نتائجه بالثلاث حالات أو بالثلاث ستيجز هاي. أنت في شو اسمه الأنتي فاكسر موفمنت اللي طلعت جديدة هاي، وصارها قديمة بس بدأت تطلع من جديد، فأنت في إشي غير الفاكسينز ممكن إنه يساعد على هذا المرض؟ لأنه في هدول الناس مش راح تقدر تغير رأيهم، فأنت إيش شايف إنه نقدر نعمل معاهم؟ أوكي، طيب بالنسبة للأنتي فاكسين موفمنت، هي طلعت بعد دراسة علمية أصدرها دكتور إنه واحد من الفاكسين اللي هو تبع الحصبة بيسبب الأوتيزم أو مرض التوحد، وطبعاً بعدين نفت كل الدراسات كلامه، بس في ناس ضلوا متشددين بهاي النظرية، زي في نظرية الأرض المسطحة، يعني في ناس بيقتنعوا فيها. العلم كله بيثبت إنه الفاكسين ما في أي مشاكل، أنا فاكسينيتد وإشي طبيعي. كيف بنقنعهم؟ يعني ما في شيء يقنعهم غير إنك تحكي معهم علمياً وتحاول إنه توصل النتيجة إلهم بالطريقة الصحيحة، لأنه يعني النظرية المؤامرة الموجودة إنه شركات الأدوية بتصنع الفيروسات عشان بعدين تبيعنا الفاكسين تبعه والأدوية، يعني نظرية ضعيفة جدا وما في وراها أي أدلة. فالحقيقة إنه فعلا في فيروسات في الطبيعة، والفيروسات بتتحول من آلاف السنين وبتغير شكلها وبتغير نمط حياتها، ف يعني مفروض إنه إحنا نكون شوي more scientific. طب هسه احنا ايش نعمل بهدول الناس اللي مصممين انهم ما يعطوا الفاكسين لاولادهم؟ يعني نقدر انه فرضا انه مش نجبرهم انهم يعطوا فاكسين، لانهم مش راح يعطوه، يعني في قوانين بتمنعنا انه نجبرهم، ولكن في اشي غير الفاكسين ممكن انه يقلل فرصه الاصابه بالمرض. هلا السؤال هذا له شقين، الشق الاول انه بنقدر نمنعهم ولا لا، علميا وقانونيا يستقدر تجبرهم. في أمثلة كثيرة صارت، مثال الحصبة لما رجع انتشر في دول شمال أمريكا وأوروبا، صاروا يجبروا الطلاب اللي بدي يروح على المدارس لازم يأخذوا فاكسين، الكبار لا ما حد بيجبره لأنه ما في إشي يمسكه، بس الأولاد بقول لك إذا حتى في كندا إذا أنت مش ملقح فممنوع تدخل المدرسة لأنه ممكن تسوي ريسك، ففي مجال أنك تجبرهم قانونياً. بالنسبة للشق الثاني إنه شو ممكن يسووا، أجين هو اللي حيمرض لا سمح الله، فأكيد حيتأثر هو والناس اللي ما عندهم فاكسين. غير هيك يعني ما في إشي تقدر تجبره. في إشي بنقدر نعطيهم إياه بدل الفاكسين؟ جهاز المناعة، يعني أنا بركز على جهاز المناعة، قوي جهاز المناعة، لأنه هو الـ في هذا الفيروس، مش في كل الفيروسات ولا في كل البكتيريا، في هذا الفيروس جهاز المناعة مهم جدا 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 جدا. اوكي شكرا حبيبي بهاء، انا بشكرك كثير على اللقاء المتميز، كنت مبدع، يعني انا اول مره بطلع معك، ما حضرنا صراحه يا جماعه، كان شفت بهاء قبل 5 دقائق أو 10 دقائق من اللقاء، يعني أبدع في حواره مع الأطفال، الأطفال كلهم كانوا وردات ما شاء الله عليهم، وإن شاء الله نراهم لما يكبروا فعلا policy makers و people who can change our future for better. فأشكرهم جميعا، أشكر أهاليهم اللي تجاوبوا معنا ودعموهم أنهم يطلعوا فعلا، يعني أهالي يرفع أو نفتخر بهم، لأنه
خلوا أولادهم يشعروا أنهم مهمين، وفعلا أولادنا مهمين خاصة في الوقت هذا الحرج، فلازم نكون شوية يعني داعمين لهم نفسيا، لأنه الدعم النفسي الآن مهم. نحاول نورجيهم شغلات بوزيتيف. إن شاء الله نكون عجبناكم في هالحلقة، الحلقة غريبة وأول مرة بنسويها، كنا خايفين كتير مش عارفين كيف، لكن الحمد لله بتوفيق الله ودعواتكم كانت حلقة مميزة. أنا بتوقع لا تنسوا بكرة عندنا لقاء مميز جدا الساعة 8، حيكون معنا فنانين من أكبر الفنانين الموجودين في كندا، عازف عود وفنان وعازف عود من مدينتين مختلفتين حيكونوا أونلاين. فلا تنسوا تو تيون إن الساعة 8 مساء زي كل اللي معودناكم، والسلام عليكم. عليكم السلام.